والآن هذا هو الموعد مع فقرة روح الطبيعة أنا تعرف فيها على التين الشوكي. يسمى التين الشوكي أيضا الصفافة، ويعود هذا النبات في أصله إلى المكسيك وجنوب غرب الولايات المتحدة، حيث يعتبر مكونا شائعا في الأطعمة في بعض المناطق في المكسيك. كما يوجد طرق متعددة الاستعمال تشمل الاستخدام في تصنيع الحلويات والحلوى الهلامية بالإضافة إلى مجموعة من الاستخدامات الطبية. ويمكن أكل أوراق التين الشوكي عندما تكون النبتة صغيرة، فمع نموها تزداد صلابة الأوراق ويصبح من الصعب تناولها. ويعتبر التين الشوكي نباتا ذا محتوى عالٍ من فيتامين جيم ومضادات الأكسدة والألياف الذائبة في الماء. ويتوفر التين الشوكي طوال العام، وتعد أفضل مواسم خلال فترة نهاية فصل الخريف وبداية فصل الربيع. ويفضل اختيار الحبة صغيرة الحجم التي تمتلك لونا أخضرا باهتا وخالية من التجاعيد، مع الحرص على أن تكون جافة. كما يمكن حفظه مبردا لمدة تزيين عن أسبوع، مع التأكد من وضعه في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق. يوفر التين الشوكي العديد من الفوائد لجسم الإنسان، ومن هذه الفوائد أنه يمتلك خصائص مضادات للفيروسات وخصائص واقية للأعصاب، وهذه الخصائص يمكن أن تساعد على حماية الخلايا العصبية من التلف.